طيب نروح بقى لاخبار النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا الفتره دي بيستعد لمباراتين مهمين قوي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين ومستنيين كمان. انا عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عنده شغف كبير بمباريات النادي الاهلي، ما بالك جمهور النادي الاهلي بيستنى المباريات الوديه عشان يشوفها، ما بالك بقى المباريات الرسميه. مباريات رسميه ايه؟ دي مش اي مباريات رسميه، دي مباراتين هيحسموا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في حسم بطوله الدوري. مباراه المقاولين ان شاء الله يوم 24، مباراه الزمالك باذن الله يوم 28، اجمالي مباراتين يطلع النادي الاهلي الفائز ببطوله الدوري باذن الله هذا الموسم بعد موسم استثنائي كبير جدا جدا. فبالتالي استعدادات قويه للماتشين دول. النهارده كان في راحه للجهاز الفني واللاعبين، بتحديد اللاعبين يعني الجهاز الفني قرر ان يكون في راحه ليهم بعد العوده امبارح بالليل في ساعه متاخره من مساء امس للقاهره بعد معسكر ناجح جدا جدا في اسبانيا، وقدر من خلاله الجهاز الفني ان هو يقف على مستويات اللاعبين. قدر كمان من خلال هذا المعسكر الجهاز الفني ان هو يزود من معدلات اللياقه البدنيه بعد اجازه كانت كبيره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بالتحديد اللي هم ما كانوش دوليين يعني او مش بيشاركوا مع اي منتخب في بطوله الامم الافريقيه. قدر كمان ان هو يركز على بعض الجمل التكتيكيه، بعض الامور الفنيه اللي باذن الله ان شاء الله هنشوفها خلال الفتره اللي جايه. الراحه عباره عن 24 ساعه بس، بكره الفريق ان شاء الله باذن الله هيستأنف تدريباته في استاد مختار التتش، بكره يكون استئناف لهذه التدريبات. وكمان من ضمن الاخبار ان يوم الجمعه هيكون مباراه وديه باذن الله للنادي الاهلي امام البلاستيك، واعتقد دي هتكون اخر مباراه للفريق، اكيد هتكون اخر مباراه للفريق قبل مباراه المقاولين ان شاء الله يوم 24. وده من خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره واللي قال ان الفريق خلاص هيخوض مباراه وديه مساء يوم الجمعه مع فريق البلاستيك استعدادا لاستئناف بطوله الدوري عشان تكون دي المباراه الخامسه للنادي الاهلي في اطار المباريات الوديه استعدادا للفتره الحاسمه المقبله. وبالمناسبه كمان انت يعني هتخلص الفتره اللي جايه دي باذن الله بالاهداف اللي انت بتسعى ليها، وهيكون عندك فتره اعداد اخرى هتكون مميزه عباره عن 20 يوم اخرين قبل انطلاق الموسم الجديد. كمان من ضمن الاخبار المهمه جدا، رمضان صبحي هيخضع لفحص طبي بكره ان شاء الله خلال المران او قبل المران بالتحديد. ده ليه؟ لان رمضان صبحي كان عنده آلام بسيطة في العضلة الضمة اشتكى منها امبارح كده مع نهاية المعسكر، وبالتالي هيكون في فحص طبي للاعب عشان نعرف المدة اللي هيغيب من خلالها رمضان صبحي، وان شاء الله تكون مدة قليلة وباذن الله يكون اجهاد خفيف بس في العضلة الضمة. اصابة العضلة الضمة دي من الاصابات الرخمة كده في الكورة واللي ممكن تعطل اللاعب، لكن باذن الله تكون حاجة بسيطة رمضان صبحي لان اللعيب مهم جدا وهنحتاجه خلال فترات كتيرة مقبلة. ما اعتقدش رمضان صبحي هينفع يلعب طبعا مباراتي المقاولين والزمالك لان عقده والعقد الاعاره كان انتهى بالمناسبه يعني في 30/6، وبعدين تم تجديد عقد الاعاره مره ثانيه. فبالتالي خلاص طبقا لموضوع القايمه المحليه وكلام من ده ما ينفعش تأيد حد لان الموسم اصلا لسه ما خلص. القصه اللي احنا اتكلمنا فيها كتير رمضان صبحي اعتقد هيكون خارج الصوره طبعا في مباراتي المقاولون والزمالك. طيب كمان من ضمن الاخبار الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان الفريق، ودي تصريحات للكابتن سيد مدير الكره، ان الفريق جاهز لمباراتي المقاولون والزمالك، وقال ان احنا استعدينا بشكل جيد جدا وان احنا كان لينا اهداف محدده تتوافق مع طبيعه المرحله المهمه، وركز خلالها الفريق والجهاز الفني على الجوانب النفسيه والبدنيه والخططيه بشكل متوازن بهدف حسم طبعا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله خلال مع نهايه هذا الشهر. كمان اشار الكابتن سيد عبد الحفيظ ان الفريق خاض عددا من المباريات الوديه وتم تجربه العديد من الامور الخططيه واطمأن الجهاز الفني على كافه اللاعبين وكمان جاهزيتهم التامه للمباريات المقبله، مشيدا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بالالتزام الشديد والمعتاد والطبيعي جدا من لاعيبه النادي الاهلي خلال المعسكر، وكمان بيشيد بالتركيز الواضح عليهم علشان يحققوا باذن الله بطوله الدوري. كمان من ضمن الاخبار المهمه ان في فحص طبي بكره ان شاء الله مش بس رمضان صبحي لكل اللاعبين المصابين، واحنا عندنا في الحقيقه عدد من اللاعبين المصابين شريف اكرامي كريم نيدفيد ومحمد محمود دول اللي هيكونوا متواجدين طبعا خلال الفحص الطبي غدا، لكن في نفس الوقت سعد سمير من ضمن المصابين اكيد ولاعب مهم جدا هو متواجد في المانيا عشان بيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتدريبات التاهيليه اللي بشانها ان شاء الله تساعد اللاعب على العوده للتدريبات الجماعيه مع المجموعه بشكل طبيعي في النادي الاهلي. فبالتالي هيكون الفحص الطبي شامل لكل من شريف اكرامي وكريم نيدفيد ومحمد محمود عشان يعرفوا
حالتهم وصلت لحد فين وموعد انتظامهم في التدريبات ان شاء الله. لسه محمد محمود اعتقد شويه لان الاصابه كانت كبيره في الرباط الصليبي. شريف اكرامي كان شال بعض العظام الزائده في الركبه في جراحه مؤخرا يعني، وكريم نيدفيد كان عنده جراحه في الغضروف. فالاصابات مش سهله طبعا، لكن ان شاء الله هم بيتعافوا من هذه الاصابات واحده واحده باذن الله ينضموا للنادي الاهلي ويشاركوا في التدريبات ومن ثم المشاركه في المباريات ويكونوا اضافه مؤكده مؤكده. بنقول على اسماء لعيبه مهمه قوي، اضافتهم هتكون مؤكده بشكل كبير جدا لصفوف النادي الاهلي في المراحل المختلفه المقبله. ده فيما يتعلق بالمصابين، لكن في المقابل كان في تصريح لمحمد هاني احد نجوم النادي الاهلي البارزين بالتحديد في هذا الموسم، واللي قدر ان هو يثبت نفسه بشكل كبير جدا وقدر ان هو يساهم في عدد كبير من المباريات، وشفنا مستواه بيتطور بشكل مميز محمد هاني في الحقيقه. ولعيب جوكر ممكن تلعبه كمساك، هو مركزه الاساسي طبعا ظهير ايمن، ممكن بيلعب كمساك، ممكن يلعب كمان نص ملعب، لاعب مميز في الحقيقه. فبالتالي كان ليه تصريحات مهمه قوي، قال ان احنا مش هنتنازل عن الدوري، وقال ان هو جاهز للمشاركه في اي مركز يطلبه الجهاز الفني، وقال ان هو متفائل جدا بالمرحله القادمه وقدره النادي الاهلي على الفوز ببطوله الدوري، وقال ان احنا استعدينا بشكل كبير جدا عشان